يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض فطاير بجبنه. عندي هون 4 كاسات طحين من هاي الكاسه، انا اخترت هاي الكاسه عملت فيها 4 كاسات طحين. انا مستخدمه هذا الطحين، شايفتي هذا الطحين اللي انا مستخدمته. بدي اقول لك هلا ال4 كاسات، هذا كيلو، ال4 كاسات زاد عندي هاي الكميه بس منه. يعني انا وقت لكم مثلا 4 كاسات ونص كون بقصد بهي الكاسه. يعني اكثر من فيديو بيسالوني كيلو الطحين قد ايه بيطلع، انا كلته على الكاسه اللي عندي، عندي بيطلع 4 كاسات وهي الكمية بس اللي انت شايفتيها هلأ. حطيت هون 4 كاسات وعندي هون اقل من نص الكاسة بشوي زيت الزيتون، عندي 4 معالق من حليب البودرة ورشة ملح صغيرة، وعندي معلقة، هاي المعلقة انا استخدمتها معلقة خميرة، ونفس المعلقة استخدمت سكر معلقة واحدة، وعندي المي اللي بدي اعجن فيها. هي هي كل المكونات، هلا رح نخلطهم نجهز العجينه وبعدين نشتغل بالجبنه. بالبدايه رح احط كل النواشف اللي عندي. هلا انت فيك تخمري، تحطي الخميره بمي دافيه وتستخدميها، او فيك تضيفيها مباشره هيك مثل ما انا رح اعمل هلا. خلطهم كلهم مع بعضهم. طبعا المي اللي بدك تعجني فيها لازم تكون دافيه شوي. بحط الزيت، رح اخلي شوي صغيرة بس للاخير. فيكي تستخدمي زيت نباتي طبعا اذا بتحبي، مو بس زيت الزيتون، انا هون مستخدمة زيت الزيتون. فركن هيك مع بعضهم شوي لحتى يتغلغل الزيت معهم. طبعا العجينة بدها اقل شي عجن 10 دقائق، انا بعجن قدامك شوي بس بكفي العجن بعدين. هلا بضيف المي حسب حاجات الطحين. انا هون مجهزة تقريبا 2 كاسات، هلا بشوف قد ايه بدي استخدم منه. رح اضيف كمان شوي من المي، لا تخليها ناشفة للعجينة، يعني خليها طرية شوي. هي وقت بدها تتخمر بتاخذ كل المي اللي عندها، يعني بتاخذ راحتها وقت بدها تنفش وتتمدد. هلا انا رح كفي عجنة للعجينة. هلا انت مثلا بتعجنيها هيك بهالشكل، هذا بتلاقيها لزقت بايدك، بتقومي بدها طحين، لا هي ما بدها طحين، قد ما لزقت بايدك ضلي عم تعجنيها 10 دقائق، رح تلاقيها لحالها بلشت تتشكل عجينة منيحة ومتجانسة. هلا بكفي عجنة وبقول لك بعدين كيف رح يكون قوامها. هاي شكلها للعجينة بعد ما انا انتهيت من عجنها، شايفين كيف قوامها؟ انا ما تركتها ناشفة كتير، شايفة كيف؟ طرية. هلا بتركها بس للمها شوي، شايفة كيف؟ هذا شكلها. رح احط شوي زيت بس بسفل الجاط، بعملها على شكل كرة وبتركها. هلا بخليها شي ساعة لحتى تتخمر ونجهز الجبنة مع بعض. انا صفي للعجينة عندي تقريبا شي 2 دقيقة لتكون جاهزة. رح جهز الحشوة، عندي هون تقريبا كيلو جبنة، اي جبنة بيضة بتستخدميها، اذا العكاوي بتصير او اي جبنة عندك بيضة بتصير. العكاوي اذا كانت مالحة كتير حليها شوي. عندي هون 4 بيضات رح ضيفهم فوقهم، عندي بقدونس تقريبا بيطلعوا كاسة بعد الفرن وحسب الرغبة كمان. وإذا عندك لقيت الجبنة ما كتير دسمة حطي زبدة، أنا حاطة هون تقريبا 2 معلقة زبدة، إذا بدك بتحطيها أو ما بدك كمان، أو بتحطي سمنة كمان بيصير. رح حط رشة صغيرة من حبة البركة، في أحيانا بتلاقي جبنة هي فيها حبة البركة، أنا اللي عندي ما فيها فأنا رح ضيفهم من البداية ورح خلطهم كلهم مع بعضهم. هيك بتكون الحشوة عنا صارت جاهزة الشكل هذا. رح تلاقيها لازم تكون شوي طرية لحتى تقدري تفرديها على العجين. هلا بروح بجيب العجينة وبأجيكم شو رح نشتغل مع بعض. شايفين العجينة انا عندي اختمرت صارت بهالشكل هذا. هلا باخذها بدي اقطعها انا كرات واتركها صفها هون بصينية، انا حطيت شوية طحين بصفها وبعدين بشتغل بأول وحدة بلشت فيها. باخذ هلا قسم اقطعها بهالشكل هذا حسب انتي قد ايه بدك تعمليها، يعني بهالشكل هذا كافي. بحطها بهالشكل هذا وبصفها بقلب الصينية هون، بقطعهم هلا كلهم هيك وبرجع بقول لكم شو رح نشتغل مع بعض. هذا الحجم كافي بتصور
هيك هالحجم كفايه، بصفهم هيك وبتركهم 10 دقائق يعني لبين ما تخلصي انت الكل. بدك تبلشي باول وحده بتكون ارتاحت الاولى. هلا انا شايفين كيف تركتهم تقريبا 10 دقائق يعني، بس لحتى ياخذوا راحتهم. هلا باخذ وحده من العجينه بحط شويه طحين بالشكل هذا، فيك تفتحيها بايدك كمان يعني، هي العجينه كتير رخوه. رح بعد هذا شوي افتحها بالشوبك لحتى اعملها بشكل طولي بالشكل هذا. بعدين بعملها بالميل شوي صغيرة لحتى تفتح هيك. هلأ بحط عليها الجبنة، طبعا الجبنة مثل ما قلت لك بتكون طرية لحتى تمد معك على العجينة بهالشكل هاد. انا دهنة الصينية شوية زيت لحتى هلأ بحطهم بالفرن، باخدها بطويها بهالشكل هذا، بهالشكل هذا بطويها من هالجهة برجع بطويها من هالجهة، بقفل عليها من هون. شايفين كيف؟ هذا هو منظرها، هذا هو شكلها. هلا رح احطها بالصينية، انا دهنة شوي الصينية شوية زيت وحطيتها. هلا بعد ما خلصون كلهم بدي اخذهم حطهم بالفرن اعلى درجة حرارة عندك الفرن، بتحطي يعني فوق ال 200 لازم تكون، بتشعليهم من فوق ومن تحت وبتركهم لحتى تلاقيهم حمروا شوي. اذا حبيت تحمريهم شوي زيادة من فوق كمان بصير. اعمل وحدة تانية بس تشوفيها كيف. طبعا فيك تعمليها موديلات تانية، هذا بيرجع لإلك، في منهم بيسكروها مثل السبان خياط فيك تسكريها بهالشكل هذا. شايفين كيف منظرها بصير بشكل طولي. هذا يعني هو اكتر شكل مناسب لفطاير الجبنة. هلا بسكر عليها هيك من هالجهة، برجع من هالجهة كمان بسوي بهالشكل، بعدين برتبها بعدهم شوي عن بعضهم لحتى تاخذ شكل هذا الشكل. هلا بنهيهم كلهم وبرجع لكم. هلا صينيتين بعدني لسه ما خلصت كل الكمية، بس بدي ارجيك لانه بدي احطهم بالفرن. رشيت شوي من حبة البركة كمان على الوجه. هلا باخذهم مثل ما قلت لك بحطهم اعلى درجه الفرن عندك يعني فوق ال 200 من تحت ومن فوق، بنشغلهم وبدهم شي 10 دقائق او اكثر شوي حسب الفرن عندك. هاد شكلهم النهائي للفطاير بعد ما انا حطيتهم كلهم لحتى تشوفي الكميه كلها اللي انا عملتها. طلعوا تقريبا 30 قطعه بهالحجم هذا، رح ارجيك اياها. شايفه كيف طريه؟ طبعا انت وقت بدك تطلعيهم من الفرن بجوز بتلاقيهم شوي ناشفين، يعني انت شايفه من تحت كيف بهالشكل هذا. طبقيهم هيك يعني، انت بقت تطلعيهم من الفرن طبقيهم فوق بعضهم بهالشكل لحتى يضلوا طرايا. شايفه كيف؟ هلا انا رح اقسم لك وحده ارجيك اياها كيف. شوفي كيف من هون، شايفه كيف هشه وطريه. بتمنى يكون عجبكم طبق اليوم، واهلا وسهلا فيكم. لا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري.